بالبيرق الغالي تاريخك الزهر في قلوبنا حاضر مجدك شموخ افعال من اول وتالي اجدادنا بسنين امجاد تتعطر كانت لهم وقفات سيرة بها نفخر صاغوا لنا موروث من اجمل العجل من البحر والغوص ولا اسلوم البار ركبوا البحر بعزوم أقوى من الأمواج ما هاب غدر يوم انهاج وما هاج غاصوا وسط هيرات وتحدوا كل غبة حصدوا لنا دانات تتلى لكنها سراج وجيتهم في البار شجعان فرسان لعبيا ولطويس وكحلان هواهم المقناص ويا الابل والشعر صانوا لنا تاريخ خذ من فعلهم شان أهل البحر أهل البحر فينا الوفا من زاد نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس احنا احنا أهل البحر أهل البحر فينا الوفا من زاد نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس من يلتقي فينا يتعطر الأحزان يلقى ما يطيب من جود طيبتنا يتعطر الأحزان يا سار يا محلاك تزيني بالعالي تزيني بالعالي فرقين وسمها الخير ما غيرها نوالي عز وشموخ ومجد قولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن غالي
مشاهدينا حلقة جديدة من برنامجكم السارية في يومنا التاسع من هذا الشهر الفضيل، ونقول لكم الله يتقبل ويتقبل منا صيامنا وطاعتنا يا رب. مساكم الله بالخير، ومساك الله بالخير زميلي حسن. مساك الله بالطيب نيلة، وأكيد طبعا متواصلين معاكم مشاهدينا وبانتظار اتصالات كل اللي نطرونا اليوم ويتابعونا يوميا على شاشة تلفزيون البحرين. نقول لكم إن شاء الله الفوز يكون من حليفكم اليوم والأيام الجاية بعد. وقبل لا نبتدي أكيد اتصالاتكم، حابين نوجه الشكر الجزيل لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول للبرنامج، وأيضا الشكر موصول للجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم لهالبرنامج طيلة هالشهر الفضيل. طبعا نيلة كالعادة قبل لا نبتدي المسابقات نتوجه إلى العريش مع الغالية أم هلال، نشوف شنو غبقتنا لليلة وراجعين إن شاء الله. الله يمسيكم بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله. عندنا هنا في العريش مع ربيعنا واخوياتنا صلاة على النبي محمد، ما شاء الله ما شاء الله. اشوف الجدور الليله مال غبقتنا غير رزتهم. اي نعم اي نعم. انزين واشوف مني بعد سمك. تعالي السمك مشكل الليله. السمك له قصه. اول شيء بقول لك غبقتنا الليله حوشي مكبوس. يا سلام. اي ردي بعد هريس بالحوشي مسوينها. يا سلام. اي نعم. وردي الله يسلمك، هذه بعد بازيدش من الشعر بيت. الله يسلمك يا بمبارك، وقط علي السمك وقال لي ابي مشوي مشوي مخلوط مخلوط. قال شوف شنو السمك. اي اشوفه فسكر ونيسر. نعم. وصافي ما شاء الله. اي نعم مشوي. اي وعيش ابيض. وعيش ابيض اكو بعد يطبخ. صلاة على النبي محمد. اي والله الحمد لله رب العالمين. امراد ان انت ذكرتونا وسعتوا صدورنا، ذكرتونا بطبخ اهلنا الاول. نعم. وبعدوا على الحطب وبالسعف. اي نعم. يا سلام سلم. سلم. والله ان احنا في خير. نعم في خير ونعمه ما شاء الله. نعم كون في خير ونعمه. صلوات على النبي محمد. الله يعطيكم الصحه والعافيه. إيه بسم الله عليكم يا حليلهم وعيالنا من يلعبون. هذا ما يلعبون وهالبروحه الزينه. يا سلام. إيه والله كون يا سلام سلم. يا سلام سلم. ام رادع قولي ام رادع اترخص منكم. اي بروح حق ربيعي ولادي حسن وبنيتي. يا على دربك ما ينقطع ان شاء الله. الله يسلمكم. الله يحييكم. الله من يوني. طبعا بيكون في انتظار ام هلال ما توصل لنا ان شاء الله من العريش، وبعدين بنتكلم ازيد عن غبقتنا الليله. بس قبلها نيله ضروري نرجع نشرح للناس طريقه المسابقه. أكيد. نفس كل يوم مثل ما تشوفونا متعودين علينا، عندنا ثلاثه اسئله كل سؤال بمبلغ مادي تحصلونه طبعا من شركه بتلكو للاتصالات. طبعا الشركه بتقدم مجموعه من الجوائز نيله. السؤال الاولي بيكون بقيمه 100 دينار بحريني مقدمه من شركه بتلكو سؤال، والتوقيت بيكون 30 ثانيه. اما السؤال الثاني كالعاده بيكون قيمته الماديه 300 دينار والوقت 30 ثانيه. بس السؤال الاخير الثالث بيكون بقيمه 500 دينار
مثل ما تقول نيلة حتى ما لا ترى في بعض الأحيان إحنا ما نعرف الأجوبة عشان كذي إحنا ما نجاكم معاكم إيه؟ إذا كنا عارفين نحاول نساعدكم. في حال ما جاوبتوا على السؤال الثالث بترجعون للسؤال الأول اللي بقيمة 100 دينار وكالعادة مثل ما أقول ما في حد خسران معنا في المسابقة. ما في حد خسران أبداً طبعاً كل متصل بتكون معاه الديرة اللي تفرها لكم أم هلال. ومثل ما قلت لكم من قبل الديرة هي نفسها البوصلة بس كانوا يستدلون فيها قبل على أيام الغوص إنه واخذة فيها 32 اتجاه إحنا ماخذين منها 4 اتجاهات أساسية عندنا الياها هي الشمال قطب هي الجنوب مطلع هي الشرق ومغيب هي الغرب وإذا كنتوا محظوظين تطلع لكم السارية وطبعاً أمس طلعت 3 مرات السارية وكل مرة بمبلغ مختلف ما شاء الله فعندنا يعني مفاجآت وايد حلوة سارية أمس طلعت بألف وطلعت بسبعمية وطلعت بخمسمية كان معنا 3 فائزين وإن شاء الله أنتوا أيضاً تكونون من الفائزين معنا شلون تشتركون معنا في المسابقة راح يطلع لكم رابط إلكتروني تدخلون على هالرابط تسجلون فيه معلوماتكم الأساسية الاسم الثلاثي رقم الشخصي رقم الموبايل وإن شاء الله بيتم اختيار أرقامكم تشون معنا في السارية وتكسبون الجوائز إن شاء الله بإذن الله. وأمس كان معنا أول فائز بالسيارة المقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي فإن شاء الله تقدرون أنتم بعد يحالفكم الحظ وتفوزون بهالسيارة. فخلنا نسترجع معاكم سؤال المسابقة لهذه الأسبوع إن شاء الله. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية باتلكو 94444 زين 94499 STC 88880 تكلفة الرسالة 500 فلس. هلا وغلا بأم هلال نور المكان حياكم الله تسمحي لي أقول لك اليوم هلا باللي لفاني يا هلا بي يا سلام عليك عدد دقوت قلبي من قيوب أيوة لا تغيبين وايد علينا وايد لا 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 نورتنا لا خلا ولا عدم الله يخليك إن شاء الله طبعا مثل ما شفتوا مشاهدين هذه كان سؤال المسابقة اليوم إن شاء الله بيستمر معاكم السؤال ليوم الجمعة ليوم السحب على ثاني سيارة معنا وأرجع أذكر بأن كل السيارات المقدمة في السارية مقدمة طبعا من لجنة رياضات الموروث الشعبي سؤالنا متى أقيمت هذه المناسبة وفي أي عام
طبعا اكيد مشاهدينا ايضا حابين نذكر ان الفائزين في المسابقه الاستلام للجوائز راح يكون عن طريق لجنه رياضات الموروث الشعبي، عندهم بياناتكم وطبعا بيكلمونكم عشان تسلمون الجوائز. اما الحين نروح حق المتصلين، ومعانا اول متصله اليوم نقول الو مساء الخير فوزيه. الو مساء الخير فوزيه، مساك الله بالخير. فوزيه الو يا هلا ومرحبا، انت معانا على الهواء. شلونك وشلون رمضان وياك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله بخير وبركه. جاهزه ان شاء الله حق مسابقتنا؟ ان شاء الله. ان شاء الله نقول حق ام هلال انها جاهزه. ها جاهزه، جاهزه ان شاء الله. ما دام انك جاهزه نشوف الديره وين بترسيك. شوف الديره وين بترسيك. فوزيه روحي مكان فيه رساله شوي، لان شوي قاعد يقطع معنا. وين الديره بترسيها يا ام هلال؟ ها الله ترسيني قطب. ان شاء الله كان ودنا ان ترسيك على الساريه بس رستك على قطب. وين القطب؟ القطب ينوب. ينوب وانت صح بس ما في سؤالك. خلينا نشوف هالاغنيه ومن بعدها راجعين نتواصل معاك ونسالك اول سؤال. فوزية سمعتي الأغنية؟ اي سمعتيها. طبعا هذه الأغنية بصوت الفنانة هبة عبد الله وهي تغني هالأغنية الشعبية. انا ودي بس قبل ما ابتدي سؤالك ودي ام هلال تغنين لي المطلع اللي تقول طالب علي المربعة، ردي غنيها واللي سلمت. طالب علي المربعة يعني كتلي وافدي لاخواني الاربعة. سمعتي فوزية؟ اي سمعت. قالت طالب علي المربعة جت لي افدي لاخواني الاربعة. سؤالك يقول ما معنى كلمة المربعة؟ اعطيك الخيارات. المربع اللي تسقف به البيوت، ولا المربعة نوع من الفساتين النسائية، ولا نوع من انواع الحلى البحرينية او الحلي. الحلي البحرينية. اي يلا 30 ثانية. المربع اللي المربعة تشوفيني انت؟ انا اشوفك بس مو مطولة على صوت التلفزيون. لا تطولين على صوت التلفزيون، اقول لك المربعة. نوع من انواع الحلي البحرينية. نوع من انواع الحلي البحرينية. ثبت ام هلال تقول لك الف مبروك. هذه 100 دينار مقدمة من شركة بتلكو. عليش بالعافية. فوزية الله يعافيك. نواصل؟ أكيد نواصل صح؟ أكيد نواصل. لا أنا سامع صوت حماس عندك صراحة. أكيد واثق فيك إنك بإذن الله إن شاء الله بنروح ال 300 وبندش على ال 500 إن شاء الله. يلا سؤال إن شاء الله فوزية بعد بيكون في الفنون الشعبية. خلينا نشوف السؤال. بتشوفين صورة بتشوفين صورة إن شاء الله طالعة لك بالتلفزيون، من بعدها بسألك السؤال. صورة بتطلع لك الحين. إن شاء الله. بتطلع لك صورة على الشاشة. الصورة بتكون حق آلة موسيقية فوزية. أنزين آلة موسيقية. سؤالك يقول شنو اسم هذه الآلة؟ هل هي السمسمية أو الطنبورة أو عود شعبي؟ عنده 30 ثانية. على فكرة يعني شوي من الاسم موجود في وين كان في الأغنية. استرجع الأغنية فوزية. ها. الطنبورة مستحيل. يا سلام عليك. إيه؟ وعود شعبي بعد مستحيل. يعني يقول يا سمسمة يعني السمسمية. مثبت على السمسمية. يا سلام مثبت مبروك عليك. بعد ما في كلام. 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو. تستاهلين تستاهلين. الله يسلمك. نواصل. ها نواصل على سلام. الله عاد سؤالك عند ام هلال على الله وبإذن الله ثم على ام هلال.
يلا عاد الحين يلا حبيبتي ان شاء الله الله يرزقك. نشوف الفيديو وراجعين. اللوحة الفنية الجميلة وهذه إيه؟ يعني من عرس الأول شلون يبين المعرس الأول. زفت الأول إيه وتدرين عد بودونا حق العروس لو شوفته ولا شوفها ولا شيء بس كفاية الأهل شوفوا وكانت يعني الأعراس جميلة وتعم الفرجان كلها البعيدة والجريبة كل من يمشي إيه مع المعرس إيه. إيه والله إنزين السؤال يقول السؤال شو اسم هذا الفن الشعبي اللي زافين بالمعرس اللي شفناه شو اسمه ما في خيارات لا واضح واضح شو اسمه ها هو يا عاشوري احسنت يا ثبت 500 دينار مقدمه من شركه بتلكو يا سلام مبروك عليك فوزيه مبروك بارك. الله يبارك الله يخليك طبعا ام هلال تدرين ما في سؤال رابع لا عليك بالف عافيه ال 500 تستاهلين تستاهلين كل خير فوزيه ام هلال ترين حق كلمه ثبت صارت ترند عند الناس العالم بس تطرش لنا ثبت احسن طبعا ام هلال ما شاء الله حتى في المشى اللي شفناه انا تذكرت يعني انا مثلت مشى من المشاهد فعلا اجواء جميله بسيطه ما فيها تكلف وايد حلوه ابدا ناخذ متصل ثاني نقول الو مساء الخير فريده نعم مرحبا فريده شلونك كل عام انت بخير مبارك عليك الشهر بخير شلون امورك تمام مع المسابقه الحمد لله جاهزين جاهزين نروح عند ام هلال ونشوف الديره وين بترسيج يلا جاهزه حبيبتي نشوف الديرة يما وين بترسيج يلا يا فريد نشوف الديرة وين بترسيج يا رب الساري يا فريدة إن شاء الله يا رب يا رب نشوف وين يلا مطلع تعرفين وين مطلع فريدة مطلع شرق يا سلام يا سلام ما شاء الله المعلومات تمام عندك فريدة صلاة على النبي سؤالك بيكون إن شاء الله فريدة في فنون العمل خلينا نشوف مع بعض إن شاء الله فيديو من بعد الفيديو بسألك هاي السؤال ركزي على الفيديو عادل ها فريدة شفتي الفيديو مع بعض؟ قبل كم من يوم حاطين هالفيديو في بحرين الأول وحاطين حتى تعليق جميل عليه سؤال يقول ماذا يعملون هؤلاء الرجال في الصورة؟ يا ريت شوي فريدة تقصرين صوت التلفزيون لأنه واي صار عندنا صدى في الاستديو قصرتي؟ يمديش عشان تفكرين في السؤال وانتي تقصرين فريدة زين أعطيك الخيارات هل هو دق الحب؟ أم رقصة رجالية أم رقصة الفلاحين عندك ثلاث اختيارات والوقت بيبتدي معاه 30 ثانية مو بدك الحب يسوالي رقصة رجالية كلمة اللي قلتيها قبل شنها قبل رقصة رجالية ايه اللي قلتيها قبل دق الحب دق الحب ثبت ثبت دق الحب ثبت أنا إذا قالت لي ثبت أم هلال أقول لك مبروك مبروك عليك مبروك عليك الجائزة
نعم دق الحب كان في الرفوع يقومون به يعني هذه في مواسم معروفين به أكثر شيء أهل الرفوع وإحنا موجودين في الرفوع موجودين يا سلام فريدة فريدة إن شاء الله مواصلة ويانا أكيد ما فيها خسارة حق الثلاثمية ما فيها خسارة ركزي معاي واللي سلمت إن شاء الله سؤالك الثاني يقول لك لما يفصلون الحبة عن السنبلة هي نفس الشيء نفسنا ما زلنا في دق الحب يخلونه صالح حق الاستعمال فعندنا وجبة وايد مشهورة في البحرين خصوصا هالأيام في رمضان نسويها ما هي شنو هذه الوجبة الهريس بدون خيارات ما تبيني أقول خيارات لا بعد حط الخيارات حط الخيارات نحط اليبولة هريسة ولا بليلة ها ها هريسة أثبت لها؟ ثبت ما بكلام هاي 300 دينار مقدمة بشركة بثلكو ألف مبروك عليك بتواصلين معانا لل 500 فريدة ولا بتكتفين بال 300؟ بس بنسحب بتنسحبين خلاص نعم ما ودش تواصلين لا عايلي نقول لك ألف مبروك عليك ال 300 دينار المقدمة من شركة بثلكو ودائما تقولين راعي النصيفة سالم تقولي راعي النصيفة؟ راعي النصيفة سالم فعجبتك عجبتك ان هي انسحبت؟ ايه يعني بس انا يعجبني الانسان اللي هاللون يكتفي قنوع يكتفي ايه قنوع يلا وعندنا ان شاء الله بعد متصلين بيتشاركون معنا بس خلونا شوي نروح العريش ان شاء الله ونشوف اجواء غبقتنا وبنرجع ان شاء الله مرة ثانية ان شاء الله طبعا حلوه الاجواء في العريش يعني والواحد ودي يروح يقعد وياهم انا كنت شفتهم يستعدون حق القرقعون نص رمضان ايش قاعد يسوون يسوون الطبول والطيران من الاوراق الورق مال الاكياس واذاك ويسدونه بالنشا خش يطبخون للنشا ويموعونه ويسدون به ويحطون الورقه دار ما دار هالدروم يا سلام ويه بس يطقون حياك الله يا رمضان حياك الله وبعدين يرجعون قرقاعون عادت عليكم هو يا الصيام مبين قصير هو يا رمضان يا سلام سلموا ولدهم يا الله يا الله يجيب المكدم يا الله سلموا ولدهم يا الله طبعا مشاهدينا راجعين حق اتصالاتكم ومعانا محمد على الخط مساء الخير يا محمد
مساء النور على اختي نايلة واخوي حسن. هلا وغلا فيك، شلونكم جميعا؟ الله يسلمك، مبارك عليك الشهر. مبارك عليكم شهر جميعا ان شاء الله. عليك يا رب. شو اخبارك مع رمضان؟ والله احنا الحمد لله بخير، الحمد لله. جاهز ان شاء الله حق المسابقه؟ وطبعا ما ننسى اختنا الفنانه خلو الخيط ام هلال. الله يسلمك، اكيد حياك الله. ها انت جاهز؟ جاهزين باذن الله. يلا ما دام انك جاهز نشوف الدير امي وين بترسيك. ان شاء الله نشوف الدير. اقول يا رب الساريه. يا رب الساريه. يلا 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 ان شاء الله ان شاء الله. في الياه، وين الياه يا محمد؟ الياه الله يسلمك. الياه شمال. شمال وانت الصح، لكن مو ذي سؤالك. سؤالك يقول، اسمعني زين، تقول أم بحرينية وهي ترحب في ولدها اللي راجع من الغوص، تقول له حي الذي يانه من البتيلي، غرن سنا وجهه كما الجنديلي، طلبت الله لا يغير في شبابه ولا يبازيني فيه قوي الحيلي. حلو؟ حلو. سؤالك يقول شنو معنات كلمة بتيلي لما تقول حي الذي يانا من البتيلي؟ أعطيك الخيارات؟ إيه. عاد يعني أبي أسمع يعني شوي حماس. إيه ما زين. ما لك الشعر. اسم هير من هيرات البحرين، ولا البتيل من مدن الهند، ولا البتيل نوع من أنواع السفن البحرينية؟ وياي من الغوص وتقول له حي الذي يانا من البتيلي. شيء واضح. البتيل من مدن الهند؟ لا، قول اسمعني. اقول لك هو ياي من الغوص، فتقول له حي الذي يانا من البتيلي. ها يلا الوقت الوقت يلا الوقت، الوقت يا محمد. اي شيء في الخيارات مكتوب بتيلي؟ هير من هيرات البحرين. لا ارجوك يا محمد ركز. محمد البتيلي نوع من انواع السفن البحرينيه. فعلا ركز معانا يا محمد. طبعا الحين بتشوف معاكم صوره على الشاشه لسفينه البتيل عشان تعرفونها، لان توقفت صناعتها عام 1914. اي اوكي، خذينا المعلومه يا محمد، معناته نواصل ان شاء الله وندش على 300 باذن الله. يعني البتيل لاند يروحون بهالقوس. محمد اي نعم نعم. يلا الحين بعد معاك بنشوف. توكل على الله. توكل على الله. بنشوف صوره معاك. إيه؟ من عقب الصوره بسالك بعد السؤال، جهز روحك. خلينا نشوف الصوره. طبعا الصوره اللي بتطلعك هي من السفن البحرينيه، سفينه اسمها الجالبوت. والجالبوت لها ميزه تميزه عن انواع السفن البحرينيه الثانيه. سؤال يقول شنو هي هذه الميزه؟ هل مقدمتها زاوية قائمة، أو تمتاز بمخزن واسع، أو تستعمل كشراعين؟ ثلاث خيارات وثلاثين ثانية محمد. هل مقدمة زاويتها قائمة، أو تمتاز بمخزن واسع، أو تستعمل كشراعين؟ محمد شنو قلتي؟ هل مقدمتها مقدمتها زاوية؟ أحسنت. مقدمتها زاوية قائمة. فعلا إجابتك صحيحة، 300 دينار مقدمتها تكون زاوية قائمة. هذه هي جالبوت. يعطيك العافية، هذه هي الميزة. بتواصل؟ متردد على السؤال قبل أواصل؟ لا صعب. لا السؤال الثالث معروف، يعني ما في خيارات وبس 20 ثانية. زين مهلاش تقول انسحب مهلا ولا؟ أنا أقول راعي النصيف سالم، أسلم على 300. خلاص بس شورت. شورت وهداية الله. توكلنا على الله. الحمد لله. خلاص نقول لك عليك بألف عافية، 300 دينار المقدمة من شركة بتلكو. مشاهدينا بنطلع معاكم فاصل بسيط وراجعين إن شاء الله من بعده نتواصل معاكم. برنامج السارية لا تروحون بعيد. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة.
مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. رجعنا لكم مشاهدينا في السارية، بس اسمحوا لي ان ارجع اكرر شكري لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الاول لهذا البرنامج، وايضا الى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة باتلكو على دعمهم الكبير لهذا البرنامج. اما الحين خلونا نشوف سؤال مسابقة السيارات وطريقة المشاركة وراجعين لكم. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. إذن هذه كان سؤالنا لمسابقة الدخول على سحب السيارة. في أي عام أقيمت هذه المناسبة وشنو هي هذه المناسبة؟ طبعا مثل ما ذكرنا البارحة أم هلال ونيلة البارحة أول واحد فاز معنا بالسيارة طبعاً. ما شاء الله كانت بداية خير، ولحين قدامنا 6 سيارات تقريبا، أو لا كم 6 سيارات بإذن الله. موضوع جدا سهل، تدخلون على شركات الاتصالات اللي موجودة في التقرير اللي طلع معاكم وشفتوا الأرقام، مجرد بس تسجلون كلمة موروثنا بتذي تدخلون معنا في السحب، وبيتم اختياركم إن شاء الله في القرعة يوم الجمعة على السيارة الجديدة المقدمة طبعا من لجنة الموروث الشعبي إن شاء الله بإذن الله. الحين بنكمل مسابقاتنا مع أم هلال. أم هلال عندك الألو عاد هالمرة، قولي ألو. ألو مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا يا روشن، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك، الله يسلمك. ها يا روشن جاهز؟ جاهز الحمد لله. ان شاء الله قول يلا بالسارية، قول يلا بالسارية. ان شاء الله ان شاء الله السارية ان شاء الله باذن الله. يلا يا رب. نشوف الديرة وين بترسيك. يلا ان شاء الله. يلا ان شاء الله. يلا
شوف الديره وين بترسيك يا راشد. الله يرزقك يا راشد. قطب، وين قطب؟ اتجاه قطب وين؟ شو اسم قطب؟ ينوب. جاهز للسؤال؟ يلا جاهزين ان شاء الله. ها السؤال يقول شنه الشاي اللي ما يمشي الا بالطق؟ ما يمشي الا بالطق. ما يمشي الا بالطق. ها يلا يما الشاي ما يمشي الا بالطق. ايه في خيارات ولا ما في؟ لا شنو الشيء اللي ما يمشي الا بالطق يا يما؟ كلها ثلاثين في يدك قاعد تسوي نفس المطرقه. المسمار. احسنت المسمار. ثبت 100 دينار من شركه بتلكو. راشد تستاهل. وياك يا اختي ويانا. هذه فرحه ال 100 دينار، نبي نكملها بال 300 ان شاء الله. ان شاء الله جاهز. ان شاء الله ان شاء الله. ما زلنا في الالغاز الشعبيه، ركز لان ما عندك خيارات. أيوة الغاز شعبيه. لا لا ان شاء الله. يقول لك شيء ولا هو شيء، لا هو طير ولا جرناس، ويمشي من فوق الناس، شنو هو؟ في خيارات ولا ما في بعد؟ ما في خيارات. يمشي من فوق الناس. يمشي فوق. يعني اذا في طيارة شيء تشوف اصلا فوق. الغيم الغيم الغيم. ثبت لك الغيم. الف مبروك. 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو. مواصل ان شاء الله. انا احس ان واصل ان شاء الله. ان شاء الله مواصلين. يلا باذن الله. السؤال عندي عاد متامل فيني. يلا. خير عاد. اي والله متامل فيك. الله يخليك. ان شاء الله. الله الله يرزقك. بقول لك كذي كلام ان شاء الله وبتعرف الاجابه باذن الله. عاد تساعدونا باذن الله ان شاء الله. يقول لك انشدك يا خالي عن بنت سبت حالي، سمره وقويه عين وميلسها بين الرجالي، شنقصد احنا بهالوصف؟ هذا شيء قديم. زين. شيء قديم ولا موجود. مر علي انا. مر علي في كلمة. القهوة. الله يسلمك. القهوة. القهوة. اثبت. ثبت. ثبت. 500 دينار. 500 دينار. مبروك عليك الغالي. 500 دينار مقدمة من شركة بتلكو للاتصالات. تستاهل. تستاهل حتى ما احتاجت اي مساعدة. ما شاء الله عليك. مر علينا والله. تو مفاجأة مر علينا المعلومة. اي هذا كلام الحلو الشعبي. وايد زين ان انت المعلومة كانت في بالك. تستاهل الغالي ال 500. والله وانا حبيت اشكركم على البرنامج الحلو الصراحه. على راسي. عليك زود. تسلم. واشكر سمو الشيخ ناصر ما قصر. الله ما قصر. شكرا لك. يعطيك العافيه. طبعا حلو الواحد يعني كذي يعرف الاجوبه من غير اي خيارات. من غير خيارات. وتكون عنده ذي المعلومات. لو سامع يقول لك يعني المعلومه من قبل فحلو ثبت عنده. ثبت عنده. عجبتك ها انه هو يعني اخذ الاجوبه كلها. هذا هو. ناخذ اتصال جديد. ناخذ اتصال جديد. الو مساء الخير شريفه. الو السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا شريفه. مبارك عليك الشهر. مبارك علينا وعليكم. شو اخبارك ويا رمضان؟ الحمد لله تمام. استفطرتي اليوم؟ كل الخير. كل الخير. شنو مثلا؟ ايش ترين؟ بالعافيه. بالعافيه حبيبتي شريفه. جاهزه ان شاء الله حق المسابقه؟ اي حدنا جاهزين. حدك جاهزه ها. عيل نشوف ام هلال مع الديره. انا جاهزه يا شريفه. نشوف الديره وين بترسيك. قولي يلا يلا جاتيك السوريه. قولي يلا. يا رب يا رب يا رب يا رب على الالف على طول. يا رب يا رب السوريه جابعتنا. يا سلام. 700 دينار قاصره عن خاطرها 300 كنا كذي بس الحمد لله. هي قالت تبي ما شاء الله ما شاء الله. دوم هالفرحة إن شاء الله. دوم هالفرحة. تستاهلين شريفة. تعالي بسولف وياك شوية. عمري يا شريفة. هلا هلا شريفة. ايش رايك ايش رايك في 700؟ حلوة. أنت قلتي يا رب الألف بس رب العالمين ما خيب ظنك عطاك 700. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ايش رايك في المسابقة؟ ايش رايك في الأسئلة اللي نسألها؟ المعلومات اللي نقدمها؟ لا بصراحة كفيت ووفيتها. انت تعرفين بعض من هالمعلومات ولا كلها بالنسبة لك جديدة؟ لا بالعكس والله. تعرفين؟ هو شيء من قديمنا يعني نتعلم منه. انت من وين؟ من اي منطقة شريفة؟ من قلالي. من قلالي. والنعم فيك. عوشة وهالقلالي. يا عاد السؤال ام هلال شريفة بتوازعها مع مين ولا كلها لك 700؟ لا والله هي اللي جاهدت. لها عليك بألف عافية. مبروك عليك 700.
من شريفة وفرحة السارية 700 إن شاء الله بنكمل المسابقة، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا في انتظارنا. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. طبعا متواصلين معاكم مشاهدينا في برنامج السارية، والحمد لله الفرحة جدا جميلة معاكم ومع مسابقاتنا ومع الاتصالات الرائعة اللي تينا من الناس ام هلال. سعيدين احنا ما شاء الله بهالاجواء الجميلة، بهاللي يفوزون احنا سعيدين يستاهلون، اجواءنا هني سعيدة، بس احنا نحتاج نروح العريش مرة ثانية نشوف نسواننا ونسوان الفريج ونتطمن على غبقات. يا سلام، قالت ام هلال بنتطمن، بنروح معاكم نتطمن على غبقتنا وراجعين ان شاء الله. أقول أنا بس أقول على اللي قاعد أشوفه، على أنا أشوف لوحة فنية، قاعد أشوف نشاب حلو والسمك عاد ملال سر. لازم أقول لك إذا تبي تفوزين بقلبي يبي لي هريس، عاد أنا غرامي الهريس. والله ما طلبت شاي، بديت روحي قولي والطلب رخيص، بديت روحي أو قولي والطلب همبو. طبعا ما شاء الله مطعم الدعوس مكفين ووفين معانا بهالأكلات الشعبية البحرينية الجميلة اللي قاعد تشوفها. أنا بالنسبة لي طمنتي ايه مطمنه شباب صج، شفت انت السمك شلون مزهر يا سلام. ايه بس عل انا ولا يوم حطوا الحوشه مكبوس الحوشه يلا السلامه ما شاء الله وانثرى واليدوم يا سلام. انا اقول دبي الله يثبت قلوبنا يا رب. ناخذ اتصال طبعا، ايش رايك نيله؟ ايه نواصل شوي في المسابقه. نقول الو مساء الخير. الو فاطمة. مرحبا فاطمة، يا هلا مرحبا، شلونك؟ مبارك عليك الشهر.
عليكم مبارك ان شاء الله. الله يخليك فاطمه، ان شاء الله جاهزه حق المسابقه باذن الله. اي جاهزه. جاهزين نروح عند ام هلال والديره معاها ان شاء الله. انت جاهزه؟ جاهزه ان شاء الله حصل الساريه. ان شاء الله يا رب. قولي يا الله نشوف الديره وين يما بترسيج ان شاء الله على السوريا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب نشوف الديره يا فاطمه. ان شاء الله يا الله. الله يرزقك. الله يرزقك. الياه وين الياه يا فاطمه؟ الياه اي وين هي؟ لحظة بشوف وين الياه؟ الجنوب الشمال. الشمال وانت صح. الياه من الشمال. انت من وين يا فاطمة؟ من اي منطقة في البحرين؟ والرفاع. من الرفاع والنعم، واحنا اليوم هني في قلعة الرفاع. فاطمة خلينا نشوف هالصورة على الشاشة وبعدها بسألك سؤالك. شفتي صورة البنية اللي على الشاشة؟ ايه شفتها. سؤالك يقول شنو اللبس اللي كانت لابسته الفتاة اللي موجودة في الصورة؟ اعطيك خيارات. اللي لابسته على راسها؟ ايش اعطيك خيارات؟ البخنق. ما تبين خيارات؟ ثبت سهل قالتك. ما اعطيك خيارات؟ ما تنتظرين السؤال ينزل والتايمر ولا شيء؟ ثبت. خلاص نثبت لك البخنق. فعلا 100 دينار مقدمه من شركه باتيلكو. طبعا البخنق لباس يعني وايد قديم موجود عندنا هني في الوطن العربي، عندنا في الخليج يعني تثبتوا فيه وخلوه موجود عندنا، لدرجه ان في بيت قديم لعنتر بن شداد يقول فيه فخر الرجال سلاسل وقيوده وفخر النساء بخانق وعقوده. مواصله ان شاء الله. كير فاطمة مواصلة المساء قاعد تقول لك بسيط بسيط بسيط. فاطمة إن شاء الله مواصلين على البسيط وكل الإجابات معاك بسيطة إن شاء الله. نروح على السؤال. عيوننا لك إن شاء الله. نشوف السؤال الثاني معاك بس قبلها بعد بنشوف صورة على الشاشة برجع أسألك السؤال إن شاء الله. خلينا نشوف الصورة مع بعض فاطمة. الصورة اللي بتطلع لك إن شاء الله هو ثوب يعتبر من أشهر الأزياء مو بس البحرينية إلا الخليجية كلها. سؤالي لك شنو اسم هذا الثوب؟ أعطيك خيارات؟ أعطيك الخيارات فاطمة؟ خياراتك؟ وعارفة. تعرفينه؟ ثوب النشل أو الكورار أو النقدة؟ ترى قالت. قالت؟ ثوب النشل. ثبت. نثبت حق فاطمة. إيه نعم. ثبت حق ثوب النشل. تستاهلين. صح اجابتك صحيحه يا فاطمه. فزتي معانا 300 دينار من شركه باتيلكو. بتواصلين ان شاء الله؟ نواصل. ما آه. اذا يما اذا ما جاوبتي عليه يعني خساره، بتروح عليك ال 300 بتردين 100 دينار. ها لا ان شاء الله سهلان. ان شاء الله سهل تقول لك. بتواصلين؟ بتواصل. ما في خيارات. ها نواصل نواصل. بتواصلين ان شاء الله خير. ان شاء الله ان شاء الله. بنشوف صوره طبعا ان شاء الله. تشوفين الصوره. شفتي الصوره معانا؟ شفتي الصوره؟ لا للحين ما طلعت. ها اي شفتيها؟ شفتها. شفتي الثوب؟ اه زين. يا حليلك يم مفحح مريم يا بنت الزين، واطلب من الله وسايله. مريم تجيب ولاد وعقب الولاد بنيه ويحفظ هالرحمن. السؤال بس عاد يقول من عنده نفي وذكر حمد ربه وشكر. السؤال يقول ما المقصود بالمفحح؟ 20 ثانية. شنو يعني المفحح؟ انت شفتي في الصورة؟ شفتي في الصورة شنو هي الصورة؟ عبارة عن شنو؟ عبارة عن شنو الصورة؟ ثوب. ثوب ام ثوب مفحح. مفحح وانت صح. ثبت
ألف مبروك، 500 دينار. 500 دينار مقدمة من شركة باتلكو. ما شفنا حماسك، ما تحمستي ولا قلتي شيء؟ لا، من الفرحة، من الفرحة كذي. مبروك عليك فاطمة ال 500 دينار من شركة باتلكو، تسألين كل خير. ألف مبروك يا فاطمة. ما شاء الله، يعني نفس ما قلنا مهلال، أسئلتنا نيلة متنوعة. إحنا دشينا في جو جميل بعد عن الألبسة النسائية القديمة. ما شاء الله، يعني حتى يا بنت شابة يعني عليه، بس عارفة الإجابات. عرفت الإجابات فعلاً، لأن إحنا ما شاء الله بناتنا يعني يعرفون في الأشياء الشعبية والأزياء. صحيح. خلنا نأخذ اتصال جديد. ألو مساء الخير. ألو. ألو مساء الخير. لا، مو بجاهز للاتصال. ننتظر الاتصال إن شاء الله. في شغلة بعد، في اتصال. جاهز للاتصال. ألو مساء الخير حنان. هلا والله. هلا وغلا، شلونك؟ شلون رمضان وياك؟ الحمد لله، انت شلونكم؟ احنا بخير ان شاء الله. دوم ان انتم بخير، احنا بخير. جاهزه حنان حق مسابقتنا؟ جاهزه ان شاء الله. نقول حق ام هلال، ما دام انك جاهزه نشوف الديره وين بترسيك، وقولي يلا نتيجه سوريا يا رب. يلا يا حنان، نتيجه سوريا يا حنان باذن الله. يا رب خير. يلا يا سلام. يا سلام يا حنان، 600 دينار. ألف مبروك حنان، مبروك عليه 600 دينار. يا سلام، تستاهلين يا حنان. هذه الحماس الحلو. 600 دينار من شركة باتلكو. حنان، أنت من وين؟ من أي منطقة في البحرين؟ والنعم فيك وهالبسيتين كلهم. يا شباب هالبسيتين، اي والله. مبروك عليك يا الغاليه. مبروك عليك، مبروك. احلى شعورك لما الواحد طلعت لك الساريه، شلون الشعور؟ بدون سؤال. ها، بدون سؤال. مبروك عليك، تسالين كل خير حنان. مبروك عليك. الله يسلمك، الله يعافيك. ساريتين اليوم، ها؟ ساريتين الحمد لله، ومبالغ جوائز حلوه. اي حلوه، 700 و600. اي والله، اي ما شاء الله. والخمسمية ومنك ثلاثة، مرة اثنين 300. نعمة، الحمد لله، ما عندنا حد رجع إلى المية. لا، الحمد لله رب العالمين. أهم شيء أنتي مستانسة من هالموضوع، لأن أنا من أشوفك تزعلين أن أحد يرجع على المية دينار يضيق قلبي، لأن ما ودي أنك تضايقين على الناس وتمين تفكرين ليوم ثاني. إيه، وتأثر. لا، سلامتك من ضيق. ودائما بعد إحنا نقول حق الناس لا تزعلون علينا، ترى سؤال الثالث تحديدا فعلا إحنا ما عندنا الإجابات، بس فعلاً. إذا حسينا إن إحنا نعرف الإجابات بلا تردد نحاول نتساعد معاكم. وهم بس شيء، لما نخاف لأن ما نعرف، نفس ما تقولكم مهلار راح نصيفة سالم. أي، وهم شيء النهمة ينتبهون لنا وحق حركة يدينا وحق شدنا على الكلام. عاد انتي ما شاء الله عليك مع الشد. نيلة مهلال ملكة الشد على الكلمة. ايه، تبارك الله. أنا كني أشوف من وراك. يا سلام، كني أشوف الغبقة وصلت. اي والله، وصلت. كني الغبقة وصلت من وراك. ما شاء الله، ما شاء الله. يبي نعبر لها. لا، بنعبر لها إن شاء الله. كل شيء موجود. السمك، السمك يلق ما شاء الله. ما شاء الله. طبعا مشاهدينا، صحن الهريس بعد تبارك الله. أهم شيء أنت جاهز حق الهريس. أنا الهريس اليوم جاهز له بالذات. بالعافية على قلبك، بالعافية. قلتي لي من ملالها بصبعين فيها مبركة. اي بإذن الله. هي قانون هالهريسة والمضروبة كلها بصبعين. أنا خايف تخلصون على الأكل، يعني أعطوني تشانس أغسل يدي وياي. إن شاء الله، إن شاء الله. مشاهدينا، قبل لا نختم معاكم أكيد نرجع نشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ولجنة رياضات الموروث الشعبي وشركة باتلكو على دعمهم الكبير لبرنامجنا، برنامج السارية. طبعا وصلنا معاكم مشاهدينا لختام حلقة اليوم من برنامج السارية. موعدنا بكرة بإذن الله من الساعة 10:30 ل 11:30 على شاشة تلفزيون البحرين. لحظة، يانا شكر وإعجاب. نعم. من محمد بن جمال البعينين. نعم. محمد بن جمال البعينين معجب ومستانس من البرنامج، وهو من عسكر. الله يحيي حبيبي، شكرا لك يا محمد. نشوفكم ان شاء الله على خير. تصبحون على خير. على خير. لنا لقاء ان شاء الله باكر باذن الله 10:30. مع السلامه.